أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد يوميا مع الحوار، ساعة حوارية من التواصل بين أسرة البرنامج وحضراتكم والمتخصصين حول قضية أو موضوع الساعة. بكل تأكيد نتناول أبرز أهم الأحداث على الساحة، سواء الساحة الداخلية أو الساحة الإقليمية أو ربما تكون الساحة الدولية. نستقبل آراء حضراتكم عبر مواقع تواصل متعددة وسبل كثيرة، نعرض كافة وجهات النظر، نعرض كافة جوانب القضية أو موضوع الحلقة، نتعرف على الإيجابيات والسلبيات، نعرض التساؤلات أيضا على المتخصصين. بكل تأكيد الصحة تاج على رأس الأصحاء، ومن هنا جاء موضوع حلقة اليوم، واليوم هو اليوم العالمي لاحتفال منظمة الصحة العالمية بهذا الموضوع، وهي الذكرى 70، وهو أيضا اليوم الذي تقوم فيه وزارة الصحة بإجراء حملة شاملة للفحوص الطبية. ومن هنا جاء موضوع حلقة اليوم، وستدور حول كيف ترى أهمية حملة وزارة الصحة للمسح الطبي الشامل في محافظات مصر. أعيد السؤال على حضرتكم مرة أخرى، كيف ترى أهمية حملة وزارة الصحة لإجراء المسح الطبي الشامل في محافظات مصر؟ هذا المسح الطبي يعتبر انطلاقة جديدة للدولة غير مسبوقة، وكانت لها متطلبات كثيرة، إعدادات كثيرة. سنتعرف على كافة جوانب هذا النوع من المسح الطبي، كافة التساؤلات التي تصلنا من حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، كافة الآراء سنعرضها على المتخصصين والمسؤولين. سنتعرف على جوانب كثيرة تهم المواطن في قطاع الصحة بشكل محدد. نتعرف أيضا على أدوار مختلف مؤسسات الدولة ومختلف القطاعات للإسهام في إنجاح مثل هذه الحملة. يمكنكم التواصل معنا كما تعودتم على همزة تواصل إي جي على فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايب، إنستغرام. كل الآراء نستعرضها، نستعرض كافة وجهات النظر، نتناول كافة التوجهات والتساؤلات باستفاضة بتدقيق في المعلومات من مصادرها. بكل تأكيد مشاهدينا الكرام، الصحة حق للجميع. من هذا المنطلق بدأت الدولة تضع استراتيجيتها في التنمية المستدامة، بدأت تغيير كافة الجوانب والسلبيات ووضع الخطط والدراسات، وضعت قانون للتأمين الصحي الشامل حتى يشمل كافة محافظات القطر، بدأت بالفعل عملية في الإصلاح للمستشفيات والوحدات الصحية، بدأت توجيه الدعم الكافي واللازم لهذا القطاع. بكل تأكيد هذا الأمر قد لا يستغرق عام أو عامين، ولكنه كان في حاجة إلى نظرة جديدة، إعادة تدوير وإعادة هيكلة حتى يحقق الأهداف المرجوة منه. هناك تصريحات تؤكد أنه مع حلول عام 2030 ستتم تغطية شاملة لقرى مصر والقطر المصري وكل مواطن على أرض مصر في منظومة التأمين الصحي. لكن هذه المنظومة كي تتم، ما الخطوات، ما الإجراءات، ما القانون، مسألة المسح الطبي الشامل للمحافظات كيف تجري، ومن المستفيد، وما يستتبع هذا من متطلبات واحتياجات، كل هذا سنستعرضه على مدار الساعة في برنامج همزة وصل. ولكن قبل أن نبدأ في موضوع حلقة اليوم، دعونا نتعرف من خلال التقرير التالي حول موضوع المسح الشامل واحتفال منظمة الصحة العالمية في الذكرى 70 لبداية توفير الصحة والعلاج باعتباره حق لكل مواطن. تابعونا. قوافل طبية تقوم بها وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية لضمان تقديم خدمة صحية جيدة وبهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين. وأعلنت وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 32,934 مواطنا من خلال 28 قافلة طبية تم تنفيذها في 18 محافظة خلال النصف الأخير من شهر مارس الماضي في المناطق النائية والمحرومة. وخلال تلك القوافل تم إجراء 4807 تحليل دم وأشعة وعقد 8952 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 318 حالة إلى المستشفيات
لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي. وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد ترأس الأسبوع الماضي اجتماعا لبحث محاور التطبيق التنفيذي لقانون التأمين الصحي، واستعرض الاجتماع الخطوات التي تم اتخاذها بشأن تطبيق القانون الجديد، وفي مقدمتها إعداد تشكيل الهيئات الثلاث المنصوص عليها في القانون، وهي هيئة التمويل والرقابة والرعاية الصحية، وكذا الإجراءات المتعلقة بميكنة المنظومة بالتعاون مع وزارة الاتصالات. وبمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الجهود المبذولة بالتعاون مع الدول الأعضاء بالمنظمة وعلى مدى 7 عقود حققت إنجازات كبيرة للغاية على صعيد صحة الشعوب العالم. وأشارت المنظمة في الذكرى 70 لتأسيسها إلى أن التغطية الصحية الشاملة للجميع في كل مكان هو شعارها لهذا العام، لافتة إلى أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية. مشاهدينا، بعد أن تابعنا التقرير، قبل عدة سنوات قريبة عندما بدأت وشرعت الدولة في وضع استراتيجية التنمية المستدامة، لم تكن التحديات والمشكلات والسلبيات والمعوقات بغائبة عن ذهن أحد، فهي كانت مرأى العين. القطاع الصحي هو أحد أهم القطاعات في الدولة، ومن ثم حين تشرع الدولة في اتخاذ خطوات لعلاج سلبيات هذا القطاع فإن هناك تحديات كثيرة. هذه التحديات سنتعرف عليها: إجراء عملية مسح شامل، مواجهة الأوبئة والأمراض المنتشرة، المبادرات التي سارعت إليها الدولة، تكلفة كل هذا، كيفية إتمام هذا العمل بنجاح وفق قوانين وتشريعات مستحدثة وجديدة تتفاعل وتتماشى مع الظروف الواقعية. قبل أن نخوض في كل هذا، دعونا نتعرف على أهم الآراء التي وصلتنا من حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأذهب إلى زميلي محمد عبد الحكم. مساء الخير محمد. مساء الخير محمد سليمان. بالفعل هناك الكثير من التعليقات حول سؤال حلقة اليوم الذي يقول: كيف ترى أهمية حملة وزارة الصحة للمسح الطبي الشامل في محافظات مصر؟ البداية مع محمود الضوي الذي يقول: أهمية حملة وزارة الصحة للمسح الطبي للكشف المبكر والوقاية خيرا من العلاج ومعالجة المدمنين والمتعاطين للمخدرات والعقاقير والكشف على فيروسات الوبائية الكبدية. نحن نريد مجتمع ناضج صحي بهدوء والتزام وشمول مالي اجتماعي طبي قومي، وليس مجرد حملة شاملة للإرهاب أو حملة شاملة للصحة. نريد منظومة بملحمة مستمرة بلحظة في كل ربوع الوطن بضمير وشرف وأمن وأمان وصحة وتعليم ونظافة وإنتاج وحسن الجوار والسلام، وإنشاء قواعد بيانات قومية طبية برقم قومي طبي يتم التسجيل لكل مواطن لتسجيل بياناته الطبية منذ مولده وأخذ البصمة، بيكون بملف إلكتروني طبي يفتح في العيادات والمستشفيات. أيمن النصري هو مشارك آخر كتب رأي يقول: نرى أهمية حملة وزارة الصحة للمسح الطبي الشامل في محافظات مصر للكشف وعلاج الأمراض، أولا بأن يتم الوقاية خير من العلاج، تلك خطوة جيدة من قبل وزارة الصحة لأبناء الوطن، ويجب أيضا المراقبة على المستشفيات العامة في ربوع الوطن وإلقاء النظرة عن قرب بدون أن يعطوا المسؤولين خط السير لأي شخص حتى تتم الشفافية ويلقون الوضع على طبيعته، ووضع كاميرات مراقبة في جميع الأماكن داخل المستشفيات العامة في ربوع الوطن، وتكون المتابعة من الإدارة العامة بالقاهرة، لأن صحة المواطن المصري من الأهمية والدرجة الأولى. مشارك آخر قبيصي القاضي يقول: الاهتمام بصحة الإنسان هي رسالة إنسانية وأخلاقية. عندما نكون في تحديد المشاكل الحقيقية في إحدى القرى بمحافظة سوهاج، هناك وحدة صحية 5 أدوار بدون طبيب، ولا يوجد أي أجهزة في الوحدة غير جهاز واحد فقط، وهذه الوحدة تخدم 50,000 نسمة محتاجين أدوية وأجهزة طبية وفريق طبي محترم وتدريبي. محمود الضوي
مشارك آخر كتب رأيه مرة أخرى يقول: مصر جميلة علينا المحافظة عليها، من أجل ذلك خلقنا الله لتعمير وحماية الوطن ونشر السلام، نحن نفتخر للريادة وعودة هيبة مصر وشعبها، إن شاء الله مصر للأبد، لابد أن يستمد العالم الإنسانية منها والمحبة والإبداع والابتكار والبناء والتعاون. إذن محمد سليمان، هذه أغلب التعليقات التي وصلت إلي. بالفعل سيكون هناك بعض الآراء الأخرى سأقرأها، ولكن أنطلق إليك وأنتقل إليك الآن لكي تستقبل أولى اتصالاتك الهاتفية. أشكرك محمد وأشكر مشاهدينا الكرام على المشاركات، وبكل تأكيد سنعاود التعرف على ما وصلنا من آرائكم. لكن هناك استدراك قد يتصور البعض من أحد المعلقين أو المشاركين في على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الحملة هي مجرد شيء مؤقت في انطلاق أو مواجهة الأمراض غير المعدية في الدولة. كما هو معروف، حين بدأت الدولة وضع الاستراتيجية الكاملة لتغيير منظومة القطاع الصحي بكل ما فيها ومعالجة كل السلبيات، كانت هناك مبادرات كثيرة، كان هناك فيروس سي يستفحل في الوطن، وكان لابد من وقفة. وبالفعل تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة مواجهة فيروس سي والعلاج وعمليات الفحص على نفقة الدولة. كل هذه الخطوات اتخذت عبر السنوات الماضية، وأصبحت مصر على رأس قائمة الدول التي واجهت هذا التحدي، بتبرعات صندوق تحيا مصر، بمشاركة من الأزهر، والكثير والكثير من الجهود. المستشفيات كانت في حالة متردية والكل يعلم، الوحدات الصحية، الأدوية، الغلاء في الأسعار، الأدوية غير الصالحة، توفير القوافل الطبية. حين تضع الدولة استراتيجية لعلاج سلبيات قطاع فإنها تنظر إلى كل شيء، بدأت في التشريعات، وضعت قانون التأمين الصحي، كل هذا نحتاج إلى التعرف عليه. اليوم هي حملة على مستوى كافة محافظات القطر لعلاج أو الكشف عن أمراض هامة وهي غير معدية، مرض السكري، مرض أمراض السمنة، أمراض القلب وما إلى ذلك. سنتعرف على دور هذه الحملة، مضمونها قانون التأمين الصحي والتشريعات المستحدثة لإنجاز ونجاح هذه الحملات. سيكون مع الهاتف الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة. يعني الدكتور علاء، بعد التحية، بداية بدأت وزارة الصحة في حملة طبية، مسح طبي شامل لعلاج الأمراض غير المعدية. أتعرف من حضرتك على ملامح هذه الحملة وآليات تطبيقها. بعد التحية لحضرتك والسادة المشاهدين، الحقيقة كل الشكر للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي على حملة مصر خالية من فيروس سي 2020. الحقيقة البداية كانت بفيروس سي بس في المراكز والوحدات التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات التبتية، ولكن بدأت خطوة خطوة تنتشر في مراكز أخرى وقوافل طبية عبارة عن سيارات متحركة، أربع سيارات تتم خلالها الفحص الشامل للمريض، ثم في النهاية ينتهي بالمصاب فعلا بفيروس سي، يتم صرف الدواء كاملا له، كامل الجرعة ثلاثة أشهر. الحقيقة توجيهات معالي رئيس الجمهورية مع السيد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد كانت تستدعي التعمق أكثر مع المرضى الأمراض المزمنة التي قد تصيب المواطنين دون أن يشعر بها، مثل أمراض الضغط، ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض البوليسكري، أو السمنة والنحافة. كانت توجيهات معالي وزير الصحة بأن تشمل المريض الذي يأتي إلى هذه المراكز التي تم ذكرها من قبل على مستوى 27 محافظة مجانا، وأنا يعني بشدد على كلمة مجانا دون أن يتكلف المريض أي تكلفة، بالإضافة إلى فحص فيروس سي، يكون قياس الضغط لمعرفة إذا كان هو مصاب أو عرضة للإصابة بأمراض الضغط، تحليل سكر الدم،
ثم قياس الطول والوزن لمعرفة إذا كان هناك مرض نحافة أو سمنة أو سمنة مفرطة، وذلك للتعامل معهم على أكمل وجه في مراكز إحالة التي يتم إحالة المرضى الذين يتم اكتشافهم إليها. وهناك أيضا يتم التعامل معهم مجانا دون أن يتكلف المريض أي تكلفة. يعني دكتور علاء، الفحص وإعطاء العلاج مجانا تماما، وحضرتك أكدت على هذه النقطة. ماذا تم اكتشاف مرض هذا أي من هذه الأمراض المزمنة عند بعض المواطنين؟ من المتكفل بالعلاج، خاصة وأن هذه الأمراض تحديدا سواء الضغط، القلب، السكري، السمنة، هذه الأمراض هي مزمنة وتحتاج أيضا إلى علاج متواصل، يعني كيف يكون التعامل مع الحالة؟ كلها يا فندم بخطاب إحالة إلى المراكز المتخصصة التي يتم التعامل فيها مع هؤلاء المرضى، وتكون أيضا مجانا على نفقة الدولة كاملة. نعم. طيب عموما دكتور علاء، أرجو أن تبقى معي، وأنضم إلينا الأستاذ محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء. أستاذ محمود، بعد التحية، اليوم تجري أو تبدأ وزارة الصحة حملة مسح طبي شامل على مختلف المحافظات، وستستمر هذه الحملة طبعا متضمنة كما أوضح الدكتور علاء فيروس سي وبعض الأمراض غير المعدية. ماذا عن الدواء خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض الأدوية؟ ماذا عن وجود بعض من يتاجرون بأدوية قد تكون منتهية الصلاحية أيضا؟ ماذا عن فقدان كثير من الوحدات الصحية إلى حالة التأهل أو الاستعداد لمثل هذه الحملة؟ ألو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. تمام، احنا بنتكلم عن حملة كبيرة تقريبا هي الأولى من نوعها بتجريها وزارة الصحة المصرية. احنا عندنا حوالي 88 نقطة طبية على مستوى حوالي 26 محافظة، عندنا أكثر من 180 مركز طب أسرة بيتضمن المسح الطبي الشامل. خلينا نقول إن دي حاجة مهمة جدا جدا، بتتواكب مع برنامج أعلنته وزارة الصحة اللي هو البرنامج الأهم في وجهة نظري اللي هو القضاء على فيروس سي سنة 2020، اللي هو بدأ حوالي منتصف فبراير الماضي. مصر كدولة موبوءة فعلا بفيروس سي، وكان عندنا إشكالية حقيقية. احنا لما بنتكلم مثلا من 4 سنين، لا، الوضع كان صعب جدا جدا. احنا النهارده بنفتخر ان مصر دولة عندها برامج طموحة جدا، عالجنا اكتر من 1.5 مليون مواطن، وكانت حاجة كانت صدفة سعيدة جدا ان مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بداياته الاولى كانت ظهر للعالم فعلا مجموعة من ادوية شافية للفيروسات الكبدية، وكانت مصر تقريبا من اوائل الدول في العالم اللي حصلت على تصنيع هذه الأدوية، وبدأت الشركات فعلا تشتغل. الحملة اللي احنا بنتكلم عليها دي انا شايف انها حملة مبشرة جدا، يعني هتقضي على مشاكل كتيرة جدا على ضوء اعتبار ان الصحية في مصر الفترات اللي فاتت الصحة خدمة مش بتقاس بما تقدمه اليوم، الصحة خدمة على حسب التراكم اللي حصل السنوات الماضية. احنا كان عندنا اشكاليه حقيقيه، يعني المصريين 2017 حسب تقديرات البنك الدولي صارفين حوالي 118 مليار جنيه مصري على الصحه، 68% من المبلغ ده جاي من جيب المواطنين، يعني المواطنين بيدفعوا الثلثين والحكومه بتتكفل بالثلث الاخر. طبعا كلنا في انتظار القانون الاهم والاضخم في الحياه المصريه خلال 50 سنه اللي هو قانون التامين الصحي، اللي هو هينهي بقى عن مشاكل كثيره جدا جدا احنا موجودين فيها. لكن نعم. الحمله الموجوده دلوقتي مهمه جدا، احنا بس بنتمنى ان يكون في تواصل، يعني المريض يتشخص، نعرف حالته ايه، يتم صرف الدواء ليه بحيث في سجل طبي للمصريين. نعم استاذ محمود، ارجو ان تبقى معي، اعود للدكتور علاء. يعني الدكتور علاء، اليوم هو يوم الاحتفال باليوم العالمي لمنظمه الصحه العالميه، هي المنظمه تضع في استراتيجيتها 2030 ان تكون الصحه وحق العلاج يشمل الجميع. هناك معوقات كثيره ربما تطال 3 مليار نسمه على مستوى العالم،
إذا ما نظرنا على المستوى المحلي والداخلي، مصر بالفعل وضعت استراتيجية للتأمين الشامل. من وجهة نظرك ما الذي تعوزه أو يعوزه القطاع الصحي في مصر لإتمام تطبيق هذا النظام الشامل وتمتع كل مواطن بهذا النظام؟ نظام التأمين الصحي الشامل زي ما حضرتك وضيفك الكريم تفضلتما، هو النظام الناجع والحل الشافي لجميع المشاكل الصحية القائمة في مصر. الحقيقة الأربع سنوات الماضية يتم تجهيز جميع محافظات مصر لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. تتم هذه العملية طبعا على مراحل، وبعض المحافظات يتم البداية فيها كنموذج، وبعد كده سوف يتم تعميم نظام التأمين الصحي الشامل على جميع محافظات جمهورية مصر العربية. يعني دكتور هي هتبدأ في محافظة بورسعيد، دعنا نتخذ محافظة بورسعيد مثلا، يعني كانت هناك مستشفيات في حالة متردية وحدات صحية ربما تكون أقل من المستوى المطلوب، نصارح أنفسنا، توافر كوادر الطبية، الأدوية، المستلزمات، حالة ودرجة الإنفاق، نتحدث عن هذا في محافظة بورسعيد. نعم، هو محافظة بورسعيد زي ما بقول لحضرتك انها نموذج، ولكن النموذج اللي بيتم في محافظة بورسعيد يتم في جميع محافظات جمهورية مصر العربية. انا بتكلم كمان على محافظتي، محافظة البحيرة، يتم الاستعداد في الوحدات الصحية والمستشفيات لاستقبال التأمين الصحي او قانون التأمين الصحي الجديد. يعني حضرتك لا تتوجه الدولة بس الى هذه المحافظات وتترك المحافظات الاخرى، يتم فيها الاستعداد لتقديم خدمة التأمين الصحي الجديدة. وحضرتك طبعا شايف المنشآت الصحية الجديدة اللي تتم محافظة بورسعيد يتم مسيرتها في المحافظات الأخرى. احنا عندنا في البحيرة يعني يمكن ثلاث مستشفيتين جداد، وفي مستشفيتين إن شاء الله قاربوا على الانتهاء. أكثر من 80% من الوحدات الصحية تم الإحلال والتجديد فيها. أنا بطمن حضرتك أن جميع المحافظات على قدم وساق للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة إن شاء الله. نعم دكتور، يعني هو عندنا احنا موروث ثقافي ولا نغيره، فالمواطن قد البعض من لهم نظرة متشائمة يرون أن مثل هذا القانون للتأمين الصحي الشامل لن يكون على مثيله في الدول الأخرى. إذا أنت توضح أن هناك مستشفيات بالفعل تم إنشائها على مستوى كافة المحافظات، وحدات صحية تمت إعادة هيكلتها وما إلى ذلك. ماذا دكتور عن الثقافة والوعي الصحي لدى المواطن؟ نحن لا نذهب إلى الطبيب إلا إذا مرضنا. بحضرتك ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، يعني احنا شغالين على مقدم الخدمة وعلى متلقي الخدمة. الوعي الصحي والثقافة الصحية، لك أن تعلم أن إدارة الثقافة الصحية إدارة واعدة واعية تقوم بدورها في المجتمع من خلال أطبائها ورائدات الكليات وكل الأفراد القائمين في هذه الإدارة. مقدم الخدمة طبعا معالي وزير الصحة كان له باع طويل في عمل التدريب الخاص والتدريب العالي المستوى للأطباء لرفع كفاءتهم، وتم ربط الترقيات والدرجات التي تمنح للأطباء في وزارة الصحة بمدى حضوره للدورات التدريبية والمؤتمرات والساعات التدريبية. نعم. ده برضو كمان بالنسبة للثقافة الصحية وما يتم عمل من دورات على جميع المستويات، سواء في المستشفيات، سواء في أندية المرأة، سواء في مراكز رعاية الأسرة. التدريب والتثقيف الصحي يتم بشكل يومي تفاعلا مع المجتمع، وبيتشارك معنا في هذه الأنظمة الشباب والرياضة ومديرية التضامن لرفع المستوى الصحي
لدى المواطن. نعم إذن دكتور علاء، إذن مسألة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل واستراتيجيات الدولة في هذا الأمر تسير بالتوازي مع الإجراءات الإصلاحية والهيكلية في القطاع الصحي بالكامل. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة محافظة البحيرة، وعودة للأستاذ محمود فؤاد. اعتذر الأستاذ محمود على الانتظار، ولكن بحسب تصريحات وزارة المالية أن قانون التأمين الصحي موارده المادية ستكون من خلال الاشتراكات أو من خلال الخزانة العامة للدولة، وأيضا من خلال الضرائب التي لا تدخل إلى خزانة الدولة. ماذا عن دور الجمعيات الأهلية والمستثمرين ودور المجتمعي لإنجاح هذا القانون؟ طيب تمام، يعني سؤال تمويل القانون ده، احنا تعبنا من الموضوع ده، مش عارفين بالظبط هل هو 160 مليار جنيه مصري ولا 400 مليار جنيه مصري، ولكن احنا هننتظر التطبيق، هيحصل في اول محافظات بورسعيد كمان اسابيع قليله، هنشوف في ايه. ولكن خلينا نتكلم عن دور رجال الاعمال مثلا او دور اتحاد الصناعات والجمعيات الاهليه. يا فندم تفضل. تمام، الجمعيات الأهلية دول هيبقى دور توعوي في الأول وفي الآخر، تثقيفي عن أهمية التأمين الصحي، الناس اللي ما عندهاش تأمين إزاي تأمن بالظبط، إزاي ترشد استهلاكها في مجال الأدوية. وأنا شايف إن ده برامج غايبة عن مصر جدا، إحنا عندنا كم كبير جدا من الأدوية المهدرة ما بنعرفش نستخدمها بشكل علمي حقيقي. نفس الوقت يعني دور المستثمرين هو كيفية دفع اشتراك العمال الموجودين عندهم، وكان القانون حازم في الموضوع ده بقى. يعني احنا خلينا نقول طب ما احنا كان عندنا تأمين صحي، ايه الفرق بين الجديد والقديم؟ لا، القديم، الجديد بقى في احكام صارمة، يعني في احكام هتوصل للحبس والغرامة حالة عدم تسديد ارباب العمل لاشتراكات العمال بتاعتهم، فما كانش موجود في القانون الاولاني. فمن هنا بيبان اتجاه الدولة ان انا ناوي اعمل قانون تأمين صحي فعلا حقيقي يتم. احنا بس كنا بنرجو الفترات اللي جايه في اللائحه التنفيذيه بتاعه القانون بالنسبه للفئات اللي هي غير قادره اللي هتتولى الدوله عن طريق وزاره التضامن الاجتماعي او وزاره الماليه تسديد الاشتراكات بتاعتهم، تحديدا المراه المعيله، تحديدا العمال الزراعيين، تحديدا العمال بدون عقود، الباعة الجائلين، هنتكلم عن ملايين كثيره جدا جدا، ان يتم تخفيض الاشتراكات بتاعتهم علشان تبقى العمليه متكامله فعلا. يعني احنا كبرنا ان يكون الاشتراك الفرد زائد الزوجه، لان هو قانون تامين صحي اجتماعي شامل لكافه افراد الاسره، وده الحاجه الجديده. صحيح. الميزه الجديده اللي احنا بننفرد بيها على فكره تقريبا في دول العالم الثالث، حتى اقرب حد لينا تركيا، لا هي عندها لوت شويه في البرامج ديت، مش مموله جميع المراحل، هنا في تمويل جميع المراحل، بس احنا عايزين نوصل لاكتفاء حقيقي. فاحنا كنا شايفين ان يعني انا لما اروح زياره وادفع 5% من قيمه التحاليل وادفع 5% من قيمه الاشاعات، ربما تكون اشاعات مثلا رنين مغناطيسي او اشاعات سابقه، هي مكلفه مكلفه بالتاكيد يا دكتور، يعني لا، او الدواء 10%. صحيح. فانا شفت ان ده ايه، ده كويس على فكره، احنا ما عندناش حاجه. احنا الناس بتجري ان يبقى عندنا حاجه ونبني عليها بعد كده، بس احنا كنا طالبين ان ينزل التقليل النفقات دي شويه، بحيث ان في الاخر ما عملش عبء موجود على المواطن، على المواطن نفسه. ولكن خلينا اقول لحضرتك، قانون التامين الصحي احد اهم استحقاقات العداله الاجتماعيه اللي بقالنا تقريبا، انا اول مره اسمع عنه من 17 عشرات سنة. السنين ننتظرها من 17 سنه وصلت الرساله. بالظبط. تمام، وصلت الرساله استاذ محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، واشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. مشاهدينا الكرام، مساله علاج فيروس سي اصبحت واقع شهده الجميع، وبالفعل تعافى اكثر من مليون حاله، وتم اجراء فحص شامل لاكثر من نصف مليون حاله، وهذه مبادره مستمره برعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي وصندوق تحيا مصر تحديدا، وتنتهي مصر تماما من هذا الوباء في 2020. ايضا هناك منظومه وقانون للتأمين الصحي الشامل على أعلى المستويات، هناك إجراءات كما استوضحت من ضيوفي، هناك إجراءات تتخذ بالتوازي لإعداد القطاع الصحي لتنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد. نتابع رأي الشارع المصري في مسألة حملة وزارة الصحة لإجراء الفحص الطبي الشامل، ثم نعود ونستكمل حوار برنامج جمزة وسط، تابعونا.
وزارة الصحة بتقدم حاجات كتيرة دلوقتي كويسة ومناسبة للجمهور ومناسبة للطبقات المتوسطة، ولكن عايز انتشاره خاصة في محافظات الصعيد، يبقى لها انتشار وصدى كويس عشان يبقى فيها إقبال، وإنها بقى تنمية عقلية لتعرف إيه اللي بيدور في وزارة الصحة واللي بتقدمه للشعب والجمهور. العلاج والصحة هي أهم حاجة بالنسبة للإنسان، هي يعني العالم كله بيهتم بصحة الإنسان عشان هو يعني السبب الرئيسي في التنمية. عايزين نزود نسبة الوعي الإعلامي، خدت بال حضرتك، وفي المساجد وفي الكنائس، لأن في ناس ما تعرفش الكلام ده كله، وفي ما تعرفش أن في حاجة اسمها توعية صحية أو كشف صحي أو مسح شامل من الناحية الصحية من قبل وزارة الصحة. عايزين الصحة متوفرة لكل المستويات، الشباب والأطفال والنساء وكبار السن أهم حاجة. تعرفنا على رأي الشارع في مسألة المسح الطبي الشامل. هناك تأكيد وتركيز على ضرورة مسألة الوعي، إعادة الوعي وتكوين الوعي السليم والصحيح أمر هام ولا يقل عن عملية التطوير في القطاع الصحي أو ما سيطبق في هذا القطاع. دعونا نتعرف على المزيد من الآراء حول مسألة المسح الطبي الشامل، وعودة مرة أخرى إلى زميلي محمد عبد الحكم. إليك يا محمد. شكرا محمد سليمان، بالفعل هناك الكثير من التعليقات حول موضوع حلقة اليوم. البداية مع محمد العريش الذي يقول: أنا أرى أنها خطوة للوقوف بجانب الضعفاء الذين لا يمتلكون المال الذي يذهب به إلى الأطباء في عياداتهم الخاصة بعد تدني الخدمات في المستشفيات الحكومية. عموما أتمنى الاهتمام بميزانية الصحة وتجهيز المستشفيات بالخدمات المناسبة للمواطن. أحمد عبد الله: طبعا عنصر مهم جدا من عناصر الجهد المبذول في رفع المستوى الصحي للمواطنين، وده بيساهم في توفير أسلوب حياة أفضل للمصريين، مما يساعد في دفع المجتمع ككل نحو التقدم والبناء بإذن الله. ممدوح أبو عاصي يقول: أهمية حملة وزارة الصحة للمسح الطبي يؤدي للكشف المبكر على العديد من الأمراض وتحديدا نسب الإصابة بها، على سبيل المثال فيروس سي والسكر والضغط والسمنة، وحفظ الله مصر والمصريين. إبراهيم شريف: المسح الطبي الشامل هو شيء رائع لو تم بشكل صحيح، وبالذات في قرى مصر المحرومة من الخدمات الصحية أصلا، وتوجد بها وحدات صحية مع وقف التنفيذ سوف يكون لها أكبر الأثر في كشف ما يعانيه المصريون من الأمراض، خاصة فيروس بي وسي المنتشر في مصر، ولكن أيضا أن يكون مع هذا الكشف خطة للعلاج حتى تكون النتائج للمسح الطبي فورية ولها نتائج إيجابية. إيهاب يقول: أرى أنه حاجة إيجابية لمعرفة أحوال المواطنين صحيا كشف الأمراض ومعالجتها، ويجب أن تكون تلك الحملة في القرى والنجوع في الوجه البحري والصعيد. مشارك آخر هو محمد الشريف يقول: الوقاية خير من العلاج، وتفيد بالكشف المبكر عن الأمراض وحصرها وعلاج المصريين، وأدام الله عليكم الصحة والعافية. عبد الناصر القومي أخيرا يقول: خطوة راقية لبداية انطلاقة نحو الاهتمام بصحة المواطنين وكسر الفكر التقليدي العقيم، وتحية لتلك الخطوة المتفردة، ونتمنى المزيد. إذن محمد سليمان، هناك آراء كثيرة مرحبة بتلك الخطوة، والكل يتمنى أن يتم تنفيذ تلك الخطوة سريعا، وتهتم بكل محافظات مصر خاصة القرى والنجوع والمحافظات التي تبتعد عن الاهتمام من المسؤولين في وزارة الصحة. أنتقل إليك زميلي محمد سليمان لكي تستكمل اتصالاتك الهاتفية. بالتأكيد محمد، أشكرك وأشكر مشاهدينا الكرام على المشاركات. مشاركون يدركون أهمية، مشاركون على موقع التواصل الاجتماعي يدركون أهمية عملية المسح الشامل الطبي التي تجريها وزارة الصحة والوعي بهذا الأمر، ولكن ينقصنا بالفعل الوصول إلى درجة من الوعي الصحي حتى نبادر بالكشف عن هذا الأمر وعن الأمراض التي قد لا تظهر لها أعراض مبكرة. دعونا نستقبل المداخلات الهاتفية ونستكمل الموضوع مع الدكتور عصام القاضي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور عمرو حداد أستاذ أمراض الباطنة بمعهد ناصر. أبدأ مع الدكتور عصام القاضي. يعني دكتور عصام، بعد التحية، مسألة إجراء مسح طبي شامل تحتاج إلى الوصول إلى البيوت، قد لا يصل المريض إلى الوحدة الصحية أو لا يتقدم إلى المستشفى ما لم يشعر بأوجاع. ما هو دور هذه الحملة في مواجهة هذا الأمر؟
طبعا عملية مهمة جدا 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 ومفيدة، لان احنا عندنا امراض كتيرة جدا جدا اعراضها فعلا زي ما بنقول بتتأخر، او انا ما بهتمش بيها، او لعدم الثقافة الصحية ما بقاش انا عارف انا بيحصل لي الكلام ده ليه وعندي الاعراض. عندنا السكر والضغط والفيروس سي والفيروس بي، فعلا عملية خطيرة جدا، ولو عملنا المسح ده هنلاقي نسب كتيرة جدا 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 موجود عندها المرض، وما بنكتشفه في بدايته اعتقد ان بيبقى ده مول الوقايه خير من العلاج، بيبقى وسيله العلاج احسن بكتير جدا جدا جدا. واحنا في بعض الاحيان شعب غير حريص على صحته وعلى الشيك اب، دايما عمليه مش في ثقافتنا تماما. انا شخصيا مره اكتشفت ان انا عندي ضغط بالصدفه وانا بزور مريض، يعني بزور في حد بيهزر ورطة ما تخلي يوصلك الضغط بالمره، ضغط يعني السرعته عالي جدا يعني، وانا مش حاسس بيه. طيب. فعلا ناس كتير جدا جدا عملنا مسح مره عشان الفيروس سي، لقينا نسبه كبيره جدا جدا في بدايتها، فجاء بنبدا نلحقه ويبقى العلاج مفيد ومجدي جدا 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 في بدايه الاكتشاف. طيب. والمبكر. وعندنا امراض كتيره جدا، وعندنا بقى الكانسر ريست وحاجات ندخل بقى كمان في الحاجات دي، انا بضيف الكلام ده لان مهمه جدا جدا. نعم. طيب دكتور عصام، ارجو ان تبقى معي واذهب للدكتور عمرو حداد استاذ امراض الباطنه بمعهد نصر. يعني دكتور عمرو بعد التحيه، في ظل اجراء الدوله لمسح طبي شامل، ماذا تنصح المواطنين الذين قد لا يقدمون على اجراء مثل هذا المسح تخوفا ربما من تبعات العلاج نفقاته ما بعد اكتشاف مرض لا قدر الله؟ اولا انا برحب بحضراتكم واهلا دكتور عصام بيه في وجوده معانا مع المداخله. أنا الحقيقة إنه الحملة اللي قامت بيها وزارة الصحة انطلقت في شهر فبراير الماضي كانت تركيز في الأساس على مسح الطب الشامل لمرضى فيروس سي لمصر، لإعلان مصر خالية من مرض فيروس سي في عام 2020. نعم. هذه الحملة كان فيها 87 نقطة تمركز طبي على مستوى مصر في 26 محافظة، وكان فيها 180 مركز طب أسرة. كل الأماكن دي مجتمعة عبارة عن 276 موقع بيخدم في 26 محافظة. كان كل هذه المواقع قائمة على مسح المرضى الكامل وكل السكان اللي في المناطق 26 محافظة علشان نحصل عدد المرضى المصابين بالفيروس سي وبداية علاجهم، في الأمل إن احنا نوصل إلى مصر خالية من فيروس سي في عام 2020. تمام. بدأ التفكير انه في بعض الامراض الغير معديه زي مرض السكر وزي مرض الضغط وهو القاتل الصامت والسمنه، ولازم كلنا نبقى عارفين انه الضغط والسكر والسمنه هذا الثلاثي القاتل يؤدي الى هو اكثر اسباب الاصابه بامراض القلب والشرايين. واللي انا عايز اقول او اوصله للساده المشاهدين دلوقتي ليه التركيز على الامراض الثلاثه دول تحديدا، لأن الضغط والسكر والسمنة هي أكثر الأمراض اللي بتؤدي إلى أمراض القلب والشرايين. وأمراض القلب والشرايين للعلم منظمة الصحة العالمية منذ عشرات السنين بتعلن سنويا في إحصائياتها أن أكثر أسباب الوفاة في الجنس البشري هو أمراض القلب والشرايين. طيب ترجع إلى نسبة 70% تقريبا يا دكتور. تمام. نعم. تمام. فإذا كان أمراض القلب والشرايين هي أكثر أسباب الوفاة في الجنس البشري، وأكثر أسبابها هو أمراض الضغط والسكر والسمنة، يبقى إحنا لازم نركز كويس قوي على إن إحنا ندور على العيانين اللي عندهم ضغط وسكر وسمنة. إضافة إلى كلام دكتور عصام بيه، طبعا المشكلة في هذا الأمر مش في الناس اللي أوريدي عارفين إن هم عندهم ضغط وسكر وسمنة، المشكلة إن في ناس بيجي المريض العيادة نكتشف في أول زيارة بيزورنا فيها أنه هو عنده سكر وهو ما عندهش فكرة إطلاقا، ما يعرفش وقد يأتي المريض في الزيارة الأولى بأحد المضاعفات الخطيرة. صحيح. يعني هو عفوا يا دكتور، هو الوقت برنامج هو الذي يدهمنا، إذن على كل من
تقوم هذه الحملة بزيارته، التوجه إلى مقرات هذه الحملة للكشف عن نفسه، وهذا ما تؤكده سيادتكم. أعتذر لضيق وقت البرنامج، وأشكر حضرتك شكر جزيل على هذا التوضيح الدكتور عمرو حداد أستاذ أمراض الباطنة بمعهد ناصر، وعودة في أقل من دقيقة مع الدكتور عصام القاضي. يعني دكتور عصام القاضي في ثواني معدودة، ماذا عن المتابعة والمراقبة لهذه الحملات؟ ان شاء الله يبقى في متابعه حساسه للكلام ده. نعم. وعايز اقول ان انا متاكد باذن الله هتنجح، زي بالظبط زي ما حضرتك قلت في التقرير السابق ان انتشار الوحدات الصحيه اللي نجح مصر النهارده في الطب الوقائي، اللي خلص لك من امراض كتيره جدا كانت متوترة عندنا عشان الطب الوقائي قام بدورها على اكمل وجه باستخدام كل الوحدات اللي موجوده. لو غطينا الكلام ده هننجح ايضا ونقضي على العديد من الامراض بمهزها. نعم. زي ما عملنا الوقايه في شلل الاطفال والحاجات كتيره جدا التطعيمات الطب الوقائي. نعم دكتور، كل ما ينتظر المواطن بالتاكيد ليس التنفيذ والتطبيق فقط، ايضا المتابعه والمراقبه. دكتور عصام القاضي عضو لجنه الصحه بمجلس النواب، اشكرك شكر جزيل على هذه المداخله. ومشاهدينا الكرام، نحن لابد ان نتغير مع المتغيرات التي تطرا على توجهات الدوله حتى نستطيع ان نصل الى التنميه المستدامه. انتهت حلقة برنامج همزة في وصل اليوم، دائما ننتظر المشاركات التي تأتينا من حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي لإثراء البرنامج، ودمتم في أمان الله وإلى اللقاء.